مرحب بكم مشاهدينا في أولى جولات هذا الأسبوع من عين على البرلمان. الأسبوع ده حاسم في تاريخ مجلس النواب، لأنه من المفترض أنه على مدار اليومين اللي جايين هيتم الانتهاء من مناقشة مواد اللائحة تمهيدا لتشكيل اللجان وبدء عمل البرلمان وسماع بيان الحكومة نهاية الشهر الجاري. النهاردة زي ما وعدناكم يوم الخميس اللي فات، كاميرا عين على البرلمان في أحد مخازن التموين عقب المشادة اللي حصلت بين أستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين وماجد نادي المتحدث باسم البقالين. قررنا ننزل المخازن ونشوف الوضع على الطبيعة، هل فعلا في أزمة ولا مفيش أزمة. كمان احنا منتظرين كالعادة مشاركتكم معانا طول الحلقة عن طريق الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة، في الأرقام كمان فيها أرقام الواتساب. هذه الأرقام متعلقة بأنكم ترسلوا لنا الفيديوهات اللي فيها أي ظواهر سلبية أو صور بترصد وضع سيء في أي مكان، ياريت حضراتكم تبعتوا لينا فورا. أبدأ معاكم سريعا بفقرة الأخبار. طبعا حضراتكم مفترض عارفين أن في فقرة ثابتة معانا، هي فقرة جولة نائب، وفقرة جولة النائب دي بنعرض مشاكل إحدى الدوائر أو إحدى قرى أو إحدى المناطق مع نائب الدائرة، بيتواصل فيها بشكل مباشر مع أهالي الدائرة وبيحاول أنه يستمع لمطالبهم ويلاقي ليها حلول من خلال تواصله مع السادة المسؤولين. الأخبار، الرئيس عبد الفتاح السيسي رجع النهاردة للقاهرة قادما من سول عاصمة كوريا الجنوبية بعد جولة أسيوية شملت كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية. الرئيس التقى برئيسة كوريا الجنوبية ورئيس الوزراء الكوري ورئيس برلمان كوريا الجنوبية، كما تم التوقيع على إعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والتعاون بين البلدين، بما يعكس إرادة سياسية قوية لإحداث نقلة نوعية في التعاون والشراكة تتناسب مع إمكانيات البلدين والعلاقات المتميزة بينهما. الرئيس كمان التقى ممثلي كبرى الشركات الكورية ورؤساء الاتحادات الاقتصادية والتجارية بهدف التعرف على آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، بالإضافة إلى حضور اجتماع مجلس الأعمال المصري الكوري. تفاصيل ونتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي من النواحي الاقتصادية وفي عيون مجلس النواب وأعضائه بعد الفاصل، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد في بدايه الجوله. اتكلمت مع حضراتكم على ختام زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت هذه الزياره زياره اقتصاديه ذات معنى وبعد سياسي واقتصادي مهم في التوجه ناحيه الدول الاسيويه او النمور الاسيويه. النائبه بسنت فهمي بتنضم لنا على التليفون للمزيد من التفاصيل في قراءه لنتائج هذه الزياره. سياده النائبه برحب بحضرتك. اهلا بك يا فندم، اهلا وسهلا، تحياتنا. ازاي بتقراي هذه الزياره من الناحيه الاقتصاديه؟ والله الزياره دي مهمه جدا، لانها اولا بتكمل مجموعه كبيره من الدول. احنا بنحاول نعمل شراكه مع اكبر عدد من الدول في العالم، سواء كانت في المشرق او في المغرب. مهمه قوي في العصر الحديث اللي احنا فيه ده ان احنا نتعاون، كل دول العالم محتاجه بعض. الدول الشرق لها مزايا ونقاط قوة، ونقاط الغرب لها مزايا ونقاط قوة، لكن علشان ما تنساش حضرتك ان الشرق ده بينتج عشان يصدر للغرب، يعني صحيح. بينتج علشان مجرد، فاحنا عندنا نقطة قوة عظيمة وهي المحور. المحور ده منطقة ممكن الدول اللي في الشرق دي تيجي تصنع وتجمع وتصدر للغرب او لأفريقيا، وتستفيد من الاتفاقيات العظيمة اللي احنا مضينا مع أوروبا وأفريقيا والبلاد العربية. من ناحية تانية كمان الشرق عنده تجربة بتشبه لنا شوية، وخاصة كوريا. هم عدوا بأزمة جامدة قوي في 97، نفس الأسباب اللي أصابت هذه الأزمة دي أعتقد أنها موجودة عندنا. فإذا اطلعنا على التجربة ده هيبقى مفيد إن احنا نشوف هنعمل إيه وإزاي نحل برضو المشكلة. فالشرق بشكل عام احنا محتاجين طاقة. طيب انا عايز استوقف حضرتك سياده النائبه، لان انا سمعت عن المشكله اللي مرت بيها كوريا الجنوبيه، وكمان سمعت عن اداء الشعب الكوري الجنوبي. يعني ذكر لي ان النساء هناك باعت الذهب اللي بتملكه علشان يقفوا ويساندوا الحكومه. هل تعتقدي ان السلوك ده ممكن يتوفر عندنا هنا في مصر ولا ده شيء بعيد؟
طبعا طبعا، هم مش بس باعوا الذهب، بيطلعوا دبله الجواز وقصوا شعرهم كمان. ننجد بلدنا، ننجد بلدنا، علشان لان ما فيش اوحش في الدنيا واصعب من الدنيا من انك تطلع من بلدك او ان ناس تيجي تحتل بلدك. فانا طبعا دي تجربه عظيمه ولازم الشعب المصري يشوفها، بس انا متفائله كمان بتجربه صبح على مصر. شايفه الرصيد عمال بيزيد كل يوم الحمد لله، وده بناء على التصريحات اللي بيقولها السيد محمد عشماوي اللي هو المدير التنفيذي للمشروع. فانا متاكده ان المصريين هيسندوا بلدهم، ما عندناش حل غير كده. تمام. العمر كله. الفوائد الاقتصادية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر لهذه الزيارة. شوف حضرتك، الفوائد الاقتصادية طبعا هي انه بشكل مباشر يجوا يعملوا استثمارات في محور قناة السويس. اولا نتعلم منهم. انا هنا عايزة اقول كلمة الحقيقة عشان بس الناس بتبقى حساسة. انا عملت في مؤسسات دولية كبيرة وكانت بتروح بلاد كتير. مش غلط ان في الاول يجوا بنسبه عاليه من العاملين في الشركه من الناس اللي هي عندها خبرات بتاعتهم من الخارج، ويبقى في عقد ان مثلا يبتدوا ب 70% و30% مصريين، بعد 5 سنين يبقوا 50 و50، بعد 7 سنين يبقى المصريين 80، بس عشان يتدربوا المصريين يخشوا جوه النظام. انا بلاقي ناس كتير عندها حساسيه قوي للموضوع ده، وانا اتمنى ان احنا ما نبقاش عندنا الحساسيه، خصوصا ان الموضوع ده هيبقى على المحور. فدي منطقة خاصة واحنا محتاجين نتعلم الحقيقة ونخش جوه نظم أكثر حداثة. فأرجو إن احنا نتعاون مع الناس دي. طبعا كوريا دي مهمة قوي بالنسبة لنا، كازاخستان مهمة قوي عشان الزراعة والحبوب، اليابان التكنولوجيا والطاقة والقطارات والسكك الحديد، يعني كل دولة هتروحها. زي ما احنا عندنا مزايا هم كمان كل دولة عندها ميزة. السيد الرئيس لما بيعمل الرحلات المكوكية دي مهمة جدا، لانه هو بيروح كل دوله هي بيعرض عندنا ايه وهي عندها ايه ونعمل اتفاقيه. وده موضوع مهم قوي. كبرلمان ازاي تدعمه؟ كبرلمان ازاي تدعمه هذا التحرك اللي قام به الرئيس ويتم ترجمته مع الحكومه؟ مهم قوي البرلمان انه يبتدي يطلع قوانين جديده تسهل وتحسن من مناخ الاستثمار. يعني في كتير قوي من اللي في البرلمان ناس متعلمين على اعلى مستوى، ممارسين على اعلى مستوى. ما تيجي تقول لهم انا حل المشاكل ازاي، يقول لك بالطريقه دي 1 2 3 ونطلع قوانين ونسن تشريعات. احنا كلنا محتاجين نحسن مناخ الاستثمار من اول الطرق والزحمه اللي في الشوارع لغايه الحمامه لغايه كلنا احنا لازم نشتغل 24 ساعه في النهار. بس ارجو ان الكل يبقى مدرك هذا الكلام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا نائبه بسنت فهمي متحدثه عن قراءتها الاقتصادية طبعا لخبرتها الاقتصادية في ونتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيواصل مجلس النواب في جلسة الغد مناقشة مواد مشروع اللائحة الداخلية الجديدة، حيث من المقرر طبقا لجدول أعمال الجلسات أن يناقش البرلمان في الجلسة الصباحية التي تبدأ في 11 صباحا 60 مادة، على أن تعقد جلسة أخرى مسائية في 14 لمناقشة 40 مادة، حيث يبدأ من المادة 301 وحتى المادة 400. من المقرر أيضا أن يناقش المجلس خلال جلسة يوم الاثنين باقي المواد بداية من المادة 401 وحتى نهاية اللائحة، بالإضافة إلى المواد الخلافية اللي لسه المجلس ما انتهاش من مناقشتها زي المادة 24 الخاصة بتشكيل الهيئات البرلمانية، والمادة 44 المتعلقة باختصاصات اللجان النوعية، والمادة 97 الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية، على أن يتم بعد ذلك إرسالها إلى مجلس الدولة. امبارح انتهت رسميا مهلة ال 15 يوم اللي أعطاها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الداخلية لإعداد تشريعات جديدة تضمن تطوير الأداء الأمني للوزارة وتواجه تجاوزات أفرادها، هي المهلة اللي حددها الرئيس خلال اجتماعه مع وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بعد حادثة مقتل سائق التوك توك على يد أمين شرطة قسم الضرب الأحمر. المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب قال إن قسم التشريع بمجلس الدولة هيبدأ النهاردة مراجعة التعديلات على قانون الشرطة تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها. قال إن التعديلات أوجدت نظاما لمحاسبة أفراد الشرطة دون اللجوء إلى المحاكمات العسكرية، التزاما بأن الداخلية هيئة نظامية مدنية واحتراما لحكم المحكمة الدستورية بعدم محاكمة أفراد الشرطة أمام المحاكم العسكرية. قال كمان إن التعديلات نصت على إنشاء مجالس تأديبية ابتدائية واستئنافية، كما فتحت مجالا للطعن أمام القضاء الإداري، مشيرا إلى أن مشروع القانون لم يتطرق
إلى المخالفات الجنائية لأنها مقررة في قانون العقوبات وتطبق على الجميع، مع منح وزير الداخلية حق نقل أي عضو بالشرطة إلى وظيفة مدنية إذا ثبت ضرورة ذلك ولأسباب تتعلق بالصالح العام. أما على الجانب الآخر، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أكد أن البرلمان مش هيقدر يناقش القوانين إلا بعد الانتهاء من إقرار اللائحة وتشكيل اللجان النوعية، واللي من بينها لجنة التشريعات، وهتكون منوطة بمناقشة التشريعات اللي طالب الرئيس بسرعة إقرارها. اللواء حاتم بشات عضو مجلس النواب هينضم لنا على التليفون علشان نعرف تفاصيل أكتر عن قانون الشرطة أو القانون المنوط بتطوير الأداء الأمني لوزارة الداخلية ومواجهة تجاوزات أفرادها. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم، صباح الخير. صباح النور. ومساء الخير. مساء النور. عايز أكلم مع حضرتك بوضوح، يعني إيه شكل القانون اللي ممكن يضمن إن ما يحصلش تجاوزات من قبل أفراد الشرطة وفي نفس الوقت ما يكونش فيه محاكمات عسكرية؟ طيب أنا أولا طبعا ما يعني بالبداية بس عايز أدي كده نبذة بعد إذنك، نبذة صغيرة تاريخية جدا، إن إحنا عايزين نعرف الشادة المشاهدين أو المواطنين إن في عندنا 360 ألف أمين شرطة في مصر. تمام. مرتباتهم بتصل إلى 7500 جنيه. تمام. تتراوح من 5000 ل 7000. تتراوح من كام لكام؟ من 5000 إلى 7500 جنيه شهريا. من 3000 ل 7000؟ بالظبط، ل 7500. 350 ألف، تمام. تمام. بعضهم بيحصل على 300%. ودول تقريبا يعني ده الأساسي بيحصل على 300%، ودول بيمثلوا تقريبا 10، النسبة دي كلها بتمثل 10 أضعاف ضباط الشرطة على مستوى الجمهورية. تمام. معهد أمناء الشرطة ده حيك أنشئ سنة 67 على يد الوزير الأسبق المرحوم شعراوي جمعة، كان وزير الداخلية في هذا الوقت. المادة 81 بتقول إن الجزاءات التأديبية على أمناء الشرطة لا يجوز توقيعها على أمين الشرطة، التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة هي الإنذار، الخدمات الزيادة، الحجز في المعسكر، ده كله بيتم مع استحقاق المرتب وتأجيل تأخير موعد استحقاق العلاوة لمدة تقريبا 3 أشهر، والوقف عن العمل مع صرف مثلا نصف مرتب لمدة 6 أشهر فقط، وممكن خفض الدرجة بما لا يجوز درجة واحدة فقط. واخد بال حضرتك؟ يعني احنا دي كلها انا في رأيي انها جزاءات خفيفة يعني. تمام. نيجي حك في بعض المرتبات، يعني قلنا أمين الشرطة العاديين الأساسي بتاعه 300 جنيه. وبيصل إلى 900 جنيه، ده الأساسي. بإجمالي 1500 جنيه إلى يصل إلى 7500 زي ما إحنا قلنا. الأمناء لا يتمتعون بالحد الأقصى للمرتب، وخاصة في الإدارات المتميزة. اللي هي معروفة يعني زي مثلا إدارة العامة للكهرباء، التهرب الضريبي، النقل والمواصلات، الأمن الوطني، الأمن العام، تصريح العمل. ودول بياخدوا تقريبا 300% من الحافز الاساسي. واخد بال حضرتك؟ مع حضرتك، اتفضل. ودول بيمثلوا 10% فقط من الاجمالي، يعني 36,000 امين شرطه وفرد امن بياخدوا هذه الارقام من 360,000. اذا باقي القوات اللي هي تمثل 90% بتتراوح مرتباته من 1500 ل 2000 جنيه فقط. تخيل بقى حضرتك. ياه. وهؤلاء بيعملون في، بص بقى حضرتك بقى القصه الاساسيه، انا برضه عشان قبل ما نحط تشريعات يبقى الساده المشاهدين والمواطنين عارفين، النسبه الكبيره هي 90% بيعمل في ادارات كلها فيها تعامل مباشر مع المواطنين زي المرور والمباحث والترحيلات والمرافق وما الى ذلك. وده اللي نتج عنه ان في بقى ظهرت بقى الإتاوات والانتهاكات والفساد اللي احنا كلنا بنتكلم عنه. يعني 10% بتتميز بوضع متميز او عندها وضع متميز، و90% تمام. حك بقى احسبها زي ما تحسبها بقى، 90% دول شو بقى هم دول اللي هم 10 اضعاف ضباط الشرطه هم اللي بياخدوا إتاوات و طبعا مش كلهم، بس يعني نسبه كبيره جدا منهم معرضين لذلك لانهم بيتعاملوا.
فده بس قبل ما نتكلم ونقول التشريعات، يبقى احنا عارفين المنظومه الاساسيه الداخليه منظومه محتاجه اعاده تنظيم وترتيب. تمام. بالنسبه للتشريعات انا بتخيل ان ان شاء الله التشريعات اللي جايه، احنا طبعا لسه ما شفناش القانون، لكن اللي انا سامعه واللي انا فاهمه ان طبعا قانون هيئه الشرطه هيضاف عليه تعديلات بالنسبه للمواد اللي تتعلق بالتاديب، يا اما باعاده المحاكمات العسكريه يا اما بتغليظ العقوبه بالنسبه لامناء الشرطه. ودي كانت المحاكمات العسكريه كانت الغيت تقريبا في 2012. فده القانون. في قانون اللي هو المؤسسات الامنيه والتعليميه والانتقاء الشرطي، وده هيعيد بقى من داخله لائحه الجزاءات بما يتناسب مع طبعا التجاوزات اللي احنا سمعناها خلال الفتره اللي فاتت دي كلها بدون سرد عشان ما اضيعش على حضرتك البرنامج. فاحنا لازم نحط في دماغنا ان القوانين دي لازم، قوانين الجزاءات لازم تغلظ بما يتناسب مع الشكل الخاص للمواطنين. هو كان وزير الداخليه من حقه قبل كده سياده اللواء ان هو ينقل اي عضو في الشرطه لوظيفه مدنيه اذا ثبت ضروره ده والاسباب تتعلق بالصالح العام، ولا دي اول مره تطبق في القانون الجديد او اول مره يتم سنها في القانون الجديد؟ حضرتك مع احترامي طبعا للسيد وزير الداخليه، الوضع السابق كان مختلف شويه، احنا كنا بنمر بمرحله حساسه جدا، والوضع الشرطي في الدوله كان محتاج سبورت ودعم، فكانت الجزاءات حساسه جدا على الامناء، كانوا بيعملوا اضرابات وحاجات زي كده. حتى احنا قلنا احنا ممكن نستعوض خدمه امناء الشرطه بالضباط الاحتياط برضه نقدر احنا نحل هذا الموضوع. وفي حاجه ثانيه بقى مهمه اللي هو القانون الثالث، التشريع الثالث، هو اعاده الشرطي للالتحاق بمعهد امناء الشرطه او بالالتحاق بالخدمه. يعني لازم يبقى فيه، خلي بال حضرتك ان محتاجين الحته اللي هي فيها العلاقات العامه مع الامانه مع الصدق مع ازاي يتعامل مع المواطن. احنا بنفتقد الحته دي خالص تماما الفتره السابقه في التعامل مع الشرطه. انا شخصيا دايرتي هنا الزيتون والامريه، في عندنا مشاكل كبيره جدا ما بين الاهالي وخاصه الشباب وما بين امناء الشرطه، مش عايز اقول المباحث بقى والمرور وبتاع، لا بالذات. لكن هي الحمد لله احنا عندنا هنا يعني على اقل مستوى من اماكن اخرى. ولكن النقط الرئيسيه في الخلاف هي عمليه التعامل مع الجمهور، مفيش الحته العلاقات العامه واحتواء الشباب واحتواء المواطنين، هي دي اللي مفقوده. طيب بصفتك عضو في المصريين الاحرار، عندكم مجهزين يعني مثلا قوانين او توصيات على هذا القانون او تعديلات على هذا القانون؟ احنا جاهزين طبعا، عندنا بافكار، بس منتظرين بس القانون يعرض علينا عشان نقدر نشوف. تمام. يعني احتمال يكون القانون شافي النقاط اللي احنا حاطينها. انا بس عايز اضيف اضافه بعد اذن حضرتك. اتفضل. برضو انا يعني راجل برضو خلفيتي امنيه، انا عايز اقول ان برضو جهاز الشرطه وامناء الشرطه دول عنصر وطني جدا، ما نقدرش ان احنا برضو نخفي دورهم. بالتاكيد طبعا سياده اللواء، بالتاكيد يا فندم. وبالتالي انا مش عايز برضو يعني اقل من شانهم حتى في توقيع العقوبه. توقيع العقوبه لازم تكون العقوبه حتى او توقيعها تكون بشكل غير علني، بشكل او يعني مش عايز اقول بشكل غير علني، لكن يبقى في برضه نوع من الحساسيه على تطبيقها عشان برضه لا اهين هذه الفئه. هذه الفئه برضه ليها دور ومستمر الفتره اللي جايه، لان التحديات القادمه هتكون اقوى من اللي فات. وصلت الصوره، شكرا ليك سياده اللواء حاتم بشات عضو مجلس النواب. النهاردة الخميس أو يوم الخميس اللي فات كان معانا ماجد نادي المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين، كمان المهندس محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين دخل معانا على التليفون لو حضراتكم تفتكروا. حصل مشادة، يعني كل واحد حاول أنه ينتصر لوجهة نظره فيما يتعلق بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز. ده بسبب طبعا أن الأستاذ محمود دياب انتقد وبوضوح المتحدث باسم نقابة البقالين بأنه صرف مستحقاته من السلع التموينية، وأنه بيتعمد الظهور على القنوات التلفزيونية للإدعاء بوجود أزمة في السلع التموينية. والطرف الثاني قال لا، ده احنا
26,000 بقال تمويني، ما صرفناش السلع التموينية المستحقة لينا. احنا قررنا ان احنا ننزل مع الطرفين، المتحدث باسم الوزارة والمتحدث باسم البقالين، نروح بنفسنا مخازن التموين علشان نقف على حقيقة الأزمة. هل بالفعل في نقص في السلع التموينية للدرجة اللي توصلنا لظاهرة سلبية تستوجب علاجها؟ وهنتواصل مع المتحدث باسم وزارة التموين. قررنا ننزل ننقل لحضراتكم الوضع على الطبيعة من أحد مخازن السلع التموينية بمركز شبرخيط في محافظة البحيرة، مع زميلنا محمد مبروك على الهواء مباشرة. مساء الخير شريف. اولا نحن الان في مركز شبرخيط التابع لمحافظة البحيرة، نتابع هذه الأزمة او المشكلة التي تفاقمت ربما خلال الشهرين الاخيرين بين البقالين وبين تجار او شركات الجملة المسؤولة عن توزيع المواد التموينية. التجار او البقالة هنا في شبرخيط تعاني من نقص واضح في السلع الغذائية والسلع التموينية. هناك ايضا شكاوى من هؤلاء التجار، وهناك ايضا شكاوى من المواطنين العاديين الذين يترددون على محل البقالة ويترددون ايضا على محل يعني تجارة الجملة. مزيد من التفاصيل معي عدد من التجار يتحدثون حول يعني وضع التعامل مع تجار الجملة. يعني برحب بيك اولا. انا ازيك استاذ محمد، انا تاجر تموين في محافظة البحيرة، انا في مركز شبرخيط. كنت بصرف فرق خبز ب 50,000 جنيه، دلوقتي جيت صرفت ب 2190 جنيه، وجيت لامين المخزن قال لي ما عندناش بضاعة. ال 2190 جنيه صلصة ومكرونة وجبنة، جبنة مجهولة المصدر، وبارتفاع الاسعار 30% من السوق الحر اللي بره. بنعاني من بقالنا 3 شهور صلصة ومكرونة وجبنة، والمواطنين عمالين يدخلوا المحلات علينا يضربونا وبنقفله، والمتحدث الرسمي الاستاذ محمود دياب كل يوم يطلع في وسائل الاعلام يقول البضاعة متوفرة في المخازن. احنا بننام في المخازن هنا من الساعة 7 الصبح لأذان المغرب تاني يوم، مفيش أي بضاعة يا شريف، والمخزن موجود هنا، والمواطنين كلهم عايزين سكر وزيت ورز، بقالنا 3 أيام مفيش سكر ولا في زيت ولا رز، بنعاني بقالنا 3 شهور. خليني أسألك، هل السلع الغذائية اللي ناقصة يعني في صلب البطاقة التموينية وفي صلب التموين اللي بيحصل على المواطن؟ مفيش حاجة الناس بتاخدها خالص، كل ما أروح للبقال يقول لي ما فيش غير صلصة، ما فيش غير تونة، ما فيش غير جبنة، وأنا ما مش لاقي لأجزازة زيت ولا أجزازة سكر ولا باكو ولا كيس رز، ما فيش حاجة خالص في البلد. ده الكلام ده بقالنا شهرين ثلاثة، كل ما أروح شوية الصلصة موجودين، شوية الجبنة موجودين، وجبنة حتة الجبنة كده هو يقول لك بسبعة جنيه وبثمانية جنيه، ما فيش خالص. نتفضل خلينا برضو نتنقل مع حد تاني. معلش هيسأل حضرتك برضو، بعض الناس بتتكلم إنه البقالين يعني بيخزنوا السلع عندهم، هل ده حقيقي؟ استحاله يا بيه، انا تاجر تموين عادل سويف من ابو منجود شبرخيط بحيره، كنت بوزع ب 20,000 جنيه نقط، واخد مبلغ ما يجيش خمس الكميه اللي انا باخدها. ازاي انا هاخد بضاعه اخزنها؟ ده انا عايز اشتغل. الناس مبهدلانا في الشوارع ويقولوا فين البضاعه، وكل شويه نقول لهم كمان شويه كمان شويه، نروح يجوا لنا بالساعه 7 ما نروحوش الا المغرب، والناس منتظراني. نعملوا ايه بس؟ يعملوا ايه بالمشكلة اللي احنا فيها دي؟ انا اول واحد عايز اتنازل عن التموين. وضحت الصورة. بتتواصلوا مع التموين هنا؟ تواصلوا مع ادارات التموين، بيقولوا لكم ايه؟ بيقولوا لنا الحاجة متوفرة، بنيجوا المخزن ما نلاقوش غير المكرونة اللي مضروبة اللي بايظة، وجبنة وصلصة، وكل الاهالي بيقولوا لي الصلصة الكيلو الطماطم بربع جنيه، هناخدوا الصلصة نعملوا بقى، ونقول لهم خدوا الجبنة، بيقول لك الجبنة عندنا احنا فلاحين وعندنا مواشي، ما يلزمناش جبنة، احنا عاوزين زيت وسكر فقط لا غير. طيب يعني ده المشكلة برضو هي نفس القصة، قصة الزيت اللي ناقص، والبقالين التموينين عندهم نفس الشكوى. أستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين بينضم لنا على التليفون، برحب بحضرتك يا فندم.
اهلا بيك استاذ شريف واهلا بكل مشاهدينك الكرام. استاذ محمود، يعني احنا اتفقنا وحضرتك وعدتنا ان احنا ننزل ونشوف موضوع المخازن ونقص السلع التموينيه. انا مش بتكلم على كل السلع، انا بتكلم على سلع بالتحديد اللي هي الزيت، وبالذات اللي على مستوى محافظات كتيره الناس بتشتكي منها. واحنا نزلنا كده بشكل عشوائي بمركز شبراخيط في محافظه البحيره وسمعنا نفس الشكوى، عايز اسمع تعليق حضرتك. ما انا قلت لحضرتك استاذ شريف احنا يوميا بنضخ بالذات الزيت وبالذات السكر ومعظم السلع يوميا، في نفس الوقت البقالين بيحصلوا على هذه السلع من المخازن الى الان لحد مساء امس البقالين حصلوا على سلع بقيمه 357 مليون جنيه. انا ما بقولكش ان السلع كامله، لكن في ضخ يوميا وفي سحب من المخازن في نفس الوقت، وفي نفس الوقت المواطن متاح له لحد يوم 20 يسحب السلع فارق لقطع الخبز. فاحنا الضخ يوميا مستمر. طبعا لما يكون في نقص ازمه زيت ما بتتحلش بين يوم وليله، لكن في نفس الوقت احنا جبنا الكميات بيتم ضخها يوميا تباعا تصل ل 3000 طن يوميا. في اماكن فيها زيت وفي اماكن فيها نقص في الزيت فعلا، لكن احنا مستمرين يوميا في الضخ. لكن ان شاء الله على يوم 20 المواطن ده كل حاجته موجوده. لا يعني حضرتك بس على فكره دي اماكن كتيره اللي ما فيهاش زيت، يعني احقاقا للحق في اماكن كتيره. لا مش ما فيهاش، هو فيها نقص زيت لكن هي فيها زيت، لكن مش بدرجه كامله يا استاذ الشريف. ما هو يا استاذ محمود علشان يعني انا متفهم الجانب الرسمي، يعني انا ده قادر افهمه واظن كمان ان الناس فاهماه وما عندناش مشكله اطلاقا مع الجهود اللي بتقوم بيها وزاره التموين ولا الفكر المتطور اللي خارج الصندوق اللي اتبعه وزير التموين وقيادات وزاره التموين وحضراتكم بوجودكم، كل الكلام ده ايجابي جدا. بس في النهايه كمان انا قدامي حقيقه على الشاشه، الناس بتشتكي مفيش زيت، والبقالين التموينيين عندهم شكوى، الوزارة عندها منطق تاني، مين يحل المشكلة دي؟ يعني في النهاية المواطن هو متضرر. لا هو مش هيبقى فيه ضرر بإذن الله. ما انا بقول لحضرتك احنا مكان في نقص في علبة الزيت طبعا ادى ان فعلا كان في عجز في نسبة كبيرة جدا في المخازن بالزيت بالنسبة للزيت لما تعاقدنا على 105 ألف طن ودلوقتي بيصل. والكلام عن احتكار الزيت من قبل مجموعة محددة من التجار الكبار او رجال الاعمال الكبار، الكلام ده ما مدى صحته يا فندم؟ لا بص يا استاذ شريف ده بالعكس، ده الدكتور خالد حنف وزير التموين عمل تفاهمات مع البنك المركزي وبدانا فعلا فتح الاعتمادات سواء للقطاع العام او للقطاع الخاص. الازمه كانت على القطاعين مش القطاع العام فقط، لكن كانت على القطاعين القطاع العام والقطاع الخاص، ولذلك يعني الدكتور خالد قام بجهد وتواصل مع البنك المركزي وفعلا الاعتمادات اتفتحت وبدات السفن فعلا تدخل محمله بذات الطعام الخام. وزي ما قلت لك احنا بنستورد اكثر من 95% من الزيت الخام من الخارج، وده اللي كان حصل نقص خلال الفتره الاخيره لبعض الاجراءات المصرفيه وكده. طيب احنا بنحتاج كام استاذ محمود، والمتوفر كام؟ يعني المفترض ان الاستيعاب كام واحنا بنوفر كام؟ يعني هقول لحضرتك حاجه يا استاذ، احنا المفروض مثلا كوزاره التموين بتحتاج على مدار سنه يمكن حوالي مليون طن. احنا حاليا دلوقتي اللي موجود وبيصل تباعا موفرين يمكن بنسبه 70% من الزيوت، لكن على فكره حضرتك انا بقول لك الزيت موجود بس ناقص مش كامل، احنا بنستكمله يوميا، يعني يوميا في شحنات بتروح على كافه المخازن على مستوى الجمهوريه اللي هي 537 مخزن تابعين لشركتي الجمله. لكن ان شاء الله انا باذن الله احنا يوميا بنضخ، على يوم 20 هي المواطن هياخد الزيت بتاعه باذن الله. على يوم 20 باذن الله، ما هو انت عندك المواطن بيصرف السلع من قطر الخبز بدايه من يوم 1 حتى يوم 20. يعني يوم 20 مش هيبقى فيه ازمه؟ باذن الله احنا الضخ يوميا والمصانع شغاله بكامل طاقتها. طيب احنا بالتاكيد يعني هنتابع قصه ونتابع مع حضراتكم ونشوف، ونتمنى ان القصه دي يتم حلها، لان الزيت في النهايه انا بشكر حضرتك استاذ محمود دياب، بس في النهايه الزيت سلعه استهلاكيه وسلعه تكاد تكون استراتيجية، يعني موجودة في كل حاجة، والناس كتير اتكلمت وحضراتكم عارفين، يعني أنا لما بنتكلم مع وزارة التموين هم كمان عندهم بيوت وبيستخدموا الزيت، فأكيد فاهمين الكلام اللي احنا بنقوله، ما فيهوش إضافة جديدة. يعني أنا ما أقدرش أستبدل الزيت وأخد تونة، ما أنا برضو أحتاج الزيت في حاجات تانية، ما أقدرش أستبدل الزيت وأخد جبنة، برضو أنا أحتاج الزيت في أمور أخرى كثيرة بيتم استخدامها. أما القصة اللي بين وزارة التموين في تطبيقها للنظام الجديد مع البقالين التموينين، ده موضوع أنا شخصيا يعني مش حابب أنتصر فيه لأي طرف. في النهاية المعيار في النجاح هو الشارع،
قد تعدل الوزارة من سياساتها، قد تطور من المنظومة، قد تعود للمنظومة الأولانية اللي بيطالب بيها البقالين التموينين واللي كانوا بيقولوا على ألسناتهم يعني ان هم كانوا، ولحد دلوقتي لحد الهوا اللي احنا سمعناه، ان هم كانوا قادرين يوفروا السلع وما كانش فيه اي نوع من انواع النقص، وان الوزاره كده حجمتهم لما قالت لهم انا هديكوا سلع مش هديكوا فلوس، او هديكم هديكم السلع لكن مش هديلكم فلوس او تشتروها بالفلوس. ففي النهايه المعيار بالنسبه لي انا، يعني انا اظن ان انا لا ينبغي ان انا انتصر لفئه عن أخرى، إحنا بنتابع بس وبنراقب وبنشوف النتائج على الشارع. أم أحمد من القاهرة، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أولا بشكر حضرتك جدا إنك يعني فعلا حطيت موضوع مهم جدا اتكلمت عنه. حضرتك إحنا بنعاني معاناة محدش يعلم بيها إلا ربنا. اتفضلي يا فندم. حضرتك دلوقتي يعني أنا عايزة نتكلم على التجار. هامش الربح، إحنا مفيش هامش ربح بالنسبة لنا خالص. حضرتك من التجار؟ ايوه. حضرتك انا دلوقتي انا بجيب دلوقتي بضاعه، البضاعه اللي بجيبها ربحي فيها قليل اقل مما ينبغي، بصرفها في المشال اني اودي واجيب، وبصرفها عشان مش هقدر اقول لحضرتك الايتاوات والقرف اللي احنا فيه. ارجوك اتكلموا على هامش ربح. ايتاوات يعني ايه؟ مش فاهم. ما ينفعش اقول طبعا حضرتك. لا 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 ينفع حضرتك، فاهميني ايتاوات يعني ايه؟ الموضوع احنا بنتكلم فيه وبنحيل للوزارة، وأنا أثق في إن الناس اللي موجودة في الوزارة وكتير الحقيقة بيثقوا إن هم ناس محترمين. حضرتك فاهمين إيتاوات إيه؟ حضرتك هو أنا دلوقتي عشان أنقل المشال، أنا دلوقتي لما كنت حضرتك في المنظومة الأولانية بجيب من الشركات الخاصة، كنت بقى قاعدة في المحل البضاعة تيجي لحد عندي، مفيش مشال مفيش كلام زي ده. دلوقتي حضرتك أنا عشان أنقل يعني البضاعة. حضرتك دلوقتي كنت بتجيبي من الشركات الخاصة؟ كنت حضرتك أقعد في المحل. تمام. النقل كانوا شركات في منتهى الاحترام وبيعاملونا يعني محترمين درجة فوق الوصف. كنت اجي النقل يجيبوا لي الحاجه وبعد كده اقوم انا محاسباهم. دلوقتي حضرتك عشان اجيب مش من الحاجات تبع الحكومه بدفع النقل على حسابي انا، وكل ده الربح قليل جدا. والله العظيم انا بيتي هيتقفل وحياه ربنا، والله العظيم حضرتك انا الربح انا مش عارفه اصرف على ايه ولا اعمل ايه. انا كنت بفكر ان انا اسيب التموين بس فكرت طب اروح لمين؟ ارجوكوا والنبي. حضرتك خليكي معانا يا فندم ما تقفليش. الاستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين برضو معانا. انا بشكرك يا استاذ محمود على تواصلك معانا، الحقيقه ده يعني سمه ايجابيه، اتمنى ان هي تكون مع كل المتحدثين باسم الوزارات. انا عاوز اوضح نقطه يا استاذ شريف بس للمدام اللي هي التاجره التموينيه، هي بتتكلم على السلع نقاط الخبز مش التموين. لا عموما، لا هي مش بتتكلم عموما. هي بتتكلم. طب هي معانا على الناحيه الثانيه. هي بتتكلم على سلع نقاط الخبز اللي كانت بتشتريها من القطاع الخاص. ايوه حضرتك من القطاع الخاص، وكان الحمد لله الربح كويس. على الخبز ولا على كل السلع يا فندم؟ افندم حضرتك بتتكلمي على الخبز ولا على كل السلع؟ كل، انا بتكلم على نقص السلع التموينيه بوجه عام وسلع نقاط الخبز بشكل خاص. طيب خلينا نسمع بقى من الاستاذ محمود دياب. اتفضل حضرتك. اتفضل. هي بتتكلم على سلع نقاط الخبز. لا بطمنك ان هامش الربح فيها كبير يا مدام. وبعدين ده نظام جديد عامله الدكتور خالد، ما كانش موجود في النظام القديم. يعني انت بتشتكي ان ربحك قل، ما هو في المنظومه القديمه خالص ما كانش في حاجه سلع نقاط خبز، وكنت بتبيعوا ثلاث سلع، الزيت والسكر والرز. دلوقتي النظام اللي وضع الدكتور خالد حنفي بقى له سنه وكان مستقر، والحمد لله مستقر، انت دلوقتي بتبيعوا عدد كبير من السلع، زاد عليها ايضا موضوع سلع نقاط الخبز. وعلى فكره ومعظم البقالين دلوقتي يا مدام بيبيعوا بالافات الجنيهات، ومنهم ناس بتعدى مبيعاتهم شهريا ال 150,000 و 200,000 جنيه. طيب يبقى المشكله فين بقى يا استاذه؟ المشكله لا والله حضرتك انا بقول لك ما فيش ربح. هو دلوقتي الاستاذ بيتكلم، انا معصره ما فيش ربح. لو احنا هنتكلم ما فيش ربح، يعني انا دلوقتي اخدت مثلا، لو انا قلت حاجه مثلا باخد مثلا جنيه بدفع قدامه 5 جنيه اشيل الربح. على فكره يا مدام الربح هيجي لك يوم 10 مارس، معروف ان الربح بتاع سلع نقاط الخبز بتتصرف في يوم 10 في الشهر التالي له، انت لسه ما صرفتيش الربح. ماشي يعني ان شاء الله ان الربح هيرجع زي الاول حضرتك؟ ده اعلى هيبقى اعلى كمان، يعني الدكتور خالد حنف هو بتفاوض مع الموردين. أيوة. بالعكس كان بيجيب اكبر نسبه خصم وكان بيضيفها على الحساب كنتو، وبعدين مش نسبه معينه، ده بالعكس يعني كل سلعه لها ربحها، لان كل سلعه فعلا مختلف عن الاخرى. فانت لسه ما شفتيش الربح يا مدام عشان تتكلمي. شكرا لحضرتك. الربح هيجيلك من يوم 10 باذن الله. شكرا لحضرتك ام احمد او ام محمد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ويعني واضح جدا استاذ محمود حضرتك معايا مش كده؟
معاك يا استاذ شريف. الموضوع محتاج اظن يعني اجتماع كبير على مستوى كبير بالبقالين التموينين وتوصيل الصوره، لان واضح ان في حاجات مش مفهومه من خلال المشاركات والاتصالات، واضح ان في نقط عالقه عندهم، في نقط بتقابلهم فيها مشكله. اظن باجتماع كبير مع معالي الوزير ومع القيادات ومع حضراتكم الموضوع ده هيتحل بنسبه كبيره. بس هو الموضوع يا استاذ شريف ببساطه كان البقال التموين بيشتري السلع نقاط الخبز على حسابه ويبيعها للمواطن باي سعر، كان الشراء باي سعر وبيعها للمواطن بسعر غالي. لا دلوقتي الدكتور خالد حنفي هو اللي بيتفاوض مع الشركات القطاع الخاص عشان بياخد بكميات كبيره، فبياخد تخفيض كبير، فهو الوسيط ما بين الخاص وما بين البقالين التموينين. بالظبط كده، وعشان يديها للبقال على سبيل الامانه ويديها للمواطن بسعر مرتاح، يبقى المواطن اللي طالع له فرق نقط 50 جنيه يبقى ياخد فعلا بسلعه اكتر ب 50 جنيه، يعني ده بيصب في صالح المواطن. في نفس الوقت البقال بيحصل على هامش ربحه يوم 10 من الشهر الثالث لصرف نقاط الخبز. فالبرنامج بيتكلم لسه المنظومه لسه متطبقه في شهر فبراير، لسه ما صرفتش هامش ربح عشان تتكلم. تمام. هيصرفه ان شاء الله يوم 10 الشهر ده. انا فهمت. معانا اتصالات ثانيه. استاذ غريب من بنها اتفضل. يا باشا. اتفضل. انا دلوقتي جيت البطاقه قالوا لي اعمل بدل ثالث. ايوه بقالك اربع شهور ما استلمتهاش. فعملت بدل ثالث قالوا بتقعد حوالي اربع خمس شهور. ايوه. وكانوا بيدونا ورقه نصرف التموين من شهر لشهر. جيت في شهر فبراير رحت عشان اصرف التموين قالوا لي سياده الوزير امر ان مفيش ممنوع الصرف بالورق. تمام. الحل ايه بقى؟ هستاذنك بس خليك معايا والاستاذ محمود دياب يرد على حضرتك. هو تبع منطقه ايه يا استاذ شريف؟ تبع منطقه ايه؟ من بنها يا فندم. فين فين؟ بندر بنها. ايه؟ بندر بنها. بندر بنها؟ ايوه يا باشا. بندر بنها. انا بستاذنك تروح للاستاذ جمال السيد وكيل وزاره التموين ببنها، وانا هتواصل معاه بعد البرنامج وان شاء الله هيحل المشكله. شكرا ليك يا فندم، شكرا. استاذ جمال السيد طبعا وكيل وكيل وزاره التموين في بنها. تمام. معانا اتصالات ثانيه. خليني اشكر استاذ محمود دياب، كل الشكر لحضرتك، شكرا ليك استاذ محمود دياب على سعه صدرك وسرعه تجاوبك من الناحيه الاعلاميه ومن الناحيه كمان الفنيه في الموضوع مع المواطنين. احنا مستمرين مع حضراتكم وبنكون حريصين ان احنا نخصص جزء من الوقت علشان اسمع المشاكل اللي حضراتكم بتعانوا منها ونوصلها للساده المسؤولين حتى يتم ايجاد طريق واضح للحل. النهاردة وصلتنا مشكلة ان الاطباء بالمركز الطبي بمدينة الانايات بمحافظة الشرقية في حالة من الغضب والاستياء لان مديرية الادارة الصحية مصممة على نقلهم الى مكان غير ادمي، كمان بيجهزوا حمام المركز علشان يكون غرفة للصيادلة بالمركز، ده على حد كلامهم. الإنايات كمان أهالي مدينة الإنايات كمان الحقيقة اشتكوا من نقل المركز الطبي اللي بيخدم عدد كبير من أهالي المدينة إلى مكان متطرف وسط الأراضي الزراعية بعيد عن المساكن. دكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في الشرقية، برحب بحضرتك يا فندم وعايز استوضح المشكلة أكتر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. المشكلة إنه إحنا كناش في مركز طبي برضو، إحنا كنا في شقق، يعني عدة شقق موجودة داخل مدينة الإنايات. يمكن ما تبعدش مكان كتير عن هذا المكان، المدينة كلها مش كبيرة، وهذه شقق كان في منها جزء قايل للصيف حالة سيئة جدا. اضطرينا طبعا نستأجر لأن كان هذا المكان برضه مستأجر، واضطرينا إن احنا نستأجر مكان يسع الجميع. يمكن حضرتك لو تشوف أنا مش عارف أسمع حضرتك، يا ريت تعلي صوتك كويس أو تقرب التليفون. بقول لحضرتك احنا كنا في شقق مركز طبي الانايات، كان في شقق موجوده داخل مدينه الانايات مفرقه ولا يبعد كتير عن هذا المكان الحالي المجمع اللي احنا استاجرناه، برضه هو مكان مؤجر وليس مركز طبي. جاري حاليا البحث عن قطعه ارض بمعاونه معالي المحافظ والسيده وفاء اللي هي رئيسه مجلس مدينة الإنايات والسادة النواب اللي موجودين برضو على مدينة الإنايات، كلنا بنسعى ان احنا نجد حتة ارض كان فيه فعلا تمويل وان شاء الله هنستعيده تاني علشان نبني مركز طبي لائق بمدينة الإنايات. لكن هذا الحل هو حل مؤقت ولا يبعد كثيرا عن اهل مدينة الإنايات. لمدة قد ايه يا دكتور؟ كلها مساحتها صغيرة جدا، هي مدينة صغيرة
ويمكن الوصول بسهولة. المكان من جوه جميل جدا، مجهز ولائق للناس، لأنه هتلاقي يمكن لما هتشوف حضرتك في ما أنا شايفه الفيديو اللي كان شغال، ما هو أنا شايفه قدامي، أنا شايفه قدامي في الصور يا دكتور. الحوائط والمبنى واسع، تسع الناس جميعا، وإن شاء الله يكون في لهم مركز مخصص بعد كده في القريب العاجل بإذن الله خاص بيهم. طيب أنا شايف الموضوع يعني ما هوش جميل جدا ولا حاجة، بس إيه موضوع الحمام اللي هيتقلب صيدلية ده؟ لا يا فندم، ده إحنا مش حمام يتقلب صيدلية، إحنا بنجهز مخزن للأدوية داخل المكان، وأحد اشتراطات المخزن للأدوية أن يكون مفيش فيه حمام، فإحنا بالعكس إحنا الحمام ده هنلغيه. طيب امتى بقى الحل المؤقت ده يا دكتور ينتهي؟ يعني مدته ايه؟ احنا لا، هو الحل المؤقت احنا في ساعه، يمكن النهارده صباحا يمكن مصادفه كان في لقاء بين معالي محافظ الشرقيه والساده النواب عن مدينه لينات، المهندسه ايمان خضر وبعض الساده النواب كانوا في لقاء معاه، وتم التواصل بحيث ان احنا ان شاء الله في القريب عاجل نجد حته ارض حوالي 600 متر من املاك دي كانت الدوله. الحلقه دي كانت معايا، كانت معايا امبارح، وان شاء الله هنجيب له التمويل اللازم. هو نزل لتمويل قبل كده لبناء مركز طبي لمدينه الإنايات، الا انه لعدم وجود قطعه ارض تم استعاده التمويل ده، وان شاء الله هنجيبه تاني اول ما تتوفر قطعه الارض. الجميع بيسعى سواء كان على مستوى الجهاز التنفيذي او الساده النواب ان احنا نجد قطعة الارض اللازمة اللي هنعمل بيها ان شاء الله مركز طبي لائق بمدينة الإنايات. يا رب. دكتور حضرتك لو سمعني، الحلقة اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت كانت معايا انا امبارح، وكانت مع اللواء هاني دري أباظة. اتمنى ان الموضوع ده يتم حله، واتمنى كمان ان حضرتك تكون تابعت الحلقة وشفتها، لان كانت الحلقة دي كانت معايا امبارح الساعة 9 بالليل على الهواء. طيب كل ما يخص مدينة الشرقية احنا بنتابعه طبعا، لانه طبعا ده مجال اهتمامنا الاول ومسؤولياتنا كمان. ارجوك اول لما المركز ده ينتهي، علشان ما احكمش على صور لسه يعني ما خلصتش بنسبة 100%، اول لما المركز ده ينتهي ارجوك حضرتك ابعت لنا الصور، علشان ما نبقاش احنا بنهاجم او بننتقد او كده، فاحنا برضو يهمنا ننشر الايجابي ان شاء الله يا فندم. ارجوك حضرتك ابعت لنا الصور. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا دكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في الشرقية. نروح بقى من الشرقية لأسيوط. كمان من ضمن المشاكل المتعلقة بالوضع الصحي، وصلتنا شكوى من أن مستشفى التأمين الصحي بأسيوط حصل فيها ميل وتشققات بالمبنى، وده نتيجة لملاصقة برج حديث البناء لمبنى عيادات التأمين، واللي تسبب في انفصال في جدران مبنى العيادات ورخام الأرضيات وكسر ماسورة المية. ده ممكن يؤدي طبعا لسقوط المستشفى على المرضى والعاملين، وتم عمل شدادات خشبية لعدم سقوط المبنى. الغريب ان مهندسه الحي عينوا المبنى وقالوا انه كويس. عامة خلينا نسمع تفاصيل اكتر من استاذ محمد اللي بعت لنا المشكلة. استاذ محمد برحب بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ محمد. حضرتك موظف بالمستشفى، احب اسمع يعني المشكلة بتفصيل اكتر. والله هو كان في برج اتبنى جنب المبنى بتاع إدارة العيادة المركزية والمنطقة، برج حديث مقام، اتسبب في شروخ، وبعد كده جت لجنة من الإدارة الهندسية بتاعت حي شرق والجامعة، وأكدوا على أساس إن هو الشروخ دي ما أثرتش على المبنى، بس ده يعني كل المشوار حضرتك. هو ده كل الموضوع؟ كل المشوار؟ طيب بالنسبة اللي جم وكشفوا وقالوا ان الموضوع كويس، بس احنا برضه حضرتك المشكلة ان احنا من الجهة اللي هي المعتمدة اللي هي ان كانت حي شرق ولا ان كانت كلية هندسة، هي التقارير اللي قالت. يعني انتوا دلوقتي شايفين الموضوع ده كويس ولا مش كويس؟ نعم. انتوا دلوقتي شايفين ان المستشفى متضررة ولا مش متضررة؟ لا متضرره، لان هو المفروض حتى قانونا ان المفروض لما يجي يقام مثلا مبنى من ضمن شروط الترخيص ان يامن الجار من اي ضرر. تمام، وصلت الصوره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا
استاذ محمد موظف المستشفى اللي بعت لنا المشكله. احنا طبعا بالتالي بنحيل المشكله للساده المسؤولين عن الموضوع. فقرتنا الثابته فقره جوله نائب، بنعرض مشاكل برضو احدى القرى اللي بتعاني من نقص الخدمات، بيكون مع الاهالي النائب اللي في دايرتهم علشان يحاول يلاقي ليها حلول او يقدم بشانها طلبات احاطه. النهارده النائب حسين غيتا عن حزب الوفد بالمنيا، ده اثناء جولته في قريه العدوى. مشاهدينا في فقرة جولة مع النائب، احنا النهارده في مركز العدوى بمحافظة المنيا مع الدكتور حسين غيتا لمتابعة المشاكل الخاصة بهذا المركز. برحب طبعا بالأهالي في البداية، كلموني عن المشاكل الخاصة بالقرية هنا أو بالمركز هنا. حضرتك المستشفيات يعني الدكاترة مش بتبقى موجودة هنا بالليل، لو أي حالة داخلة بالنسبة بالنادي بتاع ما فيش أي حاجة خالص، يعني ممكن لو حالة تعبانة ما بتلاقيش أي دكاترة إنها تكشف عليها هنا. بس ده دايما باستمرار، يعني دي أكتر حاجات مفيش امكانيات خالص، بس دي اكتر حاجات مشاكل يعني في المستشفيات هنا. استحاله انك تلاقي دكتور بالليل، الحد في النبطشيه يعني لازم تعمل مشكله عشان تلاقي حد ينزل لك. شكرا. ماشي اتفضل كده قولي برضو المشاكل الموجوده عندكم هنا في المركز. حضرتك احنا اهم مشكله عندنا هنا ان مفيش مشاكل للشباب، يعني حضرتك اي شاب مقدم على الزواج مفيش حضرتك مثلا شقه يقدر مثلا يتجوز فيها، وطبعا اسعار الشقق طبعا غاليه. فحضرتك اهم مشكله بتواجه الشباب دلوقتي ان فعلا عايزين مشاكل للشباب. تاني حاجه حضرتك عندك الشباب عندنا في العدوى في الليل مفيش في النادي مثلا او مركز شباب بتاع العدوى اي حاجات ترفع عن الشباب او يطلعوا فيها طاقتهم، مثلا مفيش غير النشاط الرياضي فقط بتاع كره القدم. وحضرتك فاضطر الشباب طبعا يقعدوا على قهاوي وطبعا وبيضطروا بقى يلجأوا مثلا لاي اماكن كده تكون وحشه وبتاع. فاحنا عايزين اي مثلا مجالات في الليل في مركز الشباب ده والنادي الشباب يقدر يطلع فيه طاقتهم الكامله دي، واخد بال حضرتك؟ بالاضافه طبعا لحضرتك قلنا برضو الشقق اللي احنا، لان اي شاب مجتمع على الزواج مش هيلاقي شقه، واي شقه طبعا حضرتك ايجارها 1000 جنيه، فين الشاب اللي هيجيب مثلا 1000 جنيه عشان يدفعها بس في الشهر لشقه واحده؟ طب تفضل. عايز برضو المشاكل غير اللي احنا اتكلمنا فيه، البطاله، يعني في ناس خريجه مثلا من 2000 و2003 و2004 ما فيش شغل، والعدوى اساسا بلد ناميه ما فيهاش مثلا مصانع، ما فيش حاجه اقتصاديه يقدر الشباب تفرغ فيها الطاقه بتاعتها. بس ادي الموجود. تمام ماشي اتفضل معايا. عندنا طريق السوائين والموقف بتاع برمشه دوت العدوى، ما فيش اهتمام خالص بالطرق، ما فيش اهتمام بالميكروباصات، ما فيش اهتمام بالاجره، يعني السوزوكي شغال اجره عاديه مش عارفين احنا نشتغل في وسطيهم، وكل شويه مشاكل. عايزين نشوف الطريق دوت ونشوف موقف ليهم، مش لاقيين لهم موقف في العدوى هنا، مش عارفين نوقف خالص، وكل شويه مشاكل مع بعضينا وكل شويه ضرب بعضينا. عايزين نعرف النظام ده، احنا الطريق ده شغال ايه والصحراء ده يشتغل ايه بالظبط؟ عايزين نعرف. خلينا موقف بس لينا، يخلينا موقف بس لينا مش اكتر من كده. والطريق ده يتنضف، مش عارفين نمشي فيه خالص، عربيات مش عارفه تمشي فيه. شكرا. شكرا. ماشي اتفضل. السلام عليكم. الاول هتكلم عن مشكله فيروس سي هنا في العدوى. المركز العدوى الاول في محافظه المنيا، محافظه المنيا الاولى في الجمهوريه، مصر الاولى في العالم في فيروس سي. فاحنا هنا عاوزين ندعم علاج الفيروس سي اللي هو السوفالدي او السيبوفوفيل، عشان يبقى متاح للناس، كل الناس يعني. الناس غلابه هنا مش معاها ان هي تجيب العلاج، يعني نسبة كتيرة قوي مش قادرة تجيب العيالك. بس شكرا لك. طيب ناخد دكتور حسين. دكتور احنا سمعنا المشاكل الموجودة هنا، يمكن كمان بنتكلم عن ملف الصحة، وبرضه كل الملفات تقريبا موجودة في كل قرية في كل مركز. تمام. وحضرتك طبعا بالنسبة لمستشفى العدوى، للأمانة مستشفى العدوى مستشفى العدوى طبعا حاليا الوضع بتاعها احسن بكتير من قبل كده. اصبح في اطباء، دكتور جديد اتغير، دكتور اسامه حشيش، وعامل شغله كويس، وفي نبطشيات دلوقتي بقت موجوده، وفي ناس بقت موجوده في الليل. هي كانت مشكله فعلا مستشفى العدوى دي من فتره، لكن خلال من ساعه ما جه الدكتور اسامه حشيش في تغير ملحوظ، وده عملنا مجهود كبير بحيث ان احنا نوفر امكانيات كتير، والعنايه المركزه بقى موجود فيه دلوقتي اطباء، وبقت شغاله ومفتوحه وفاعله. فاصبح الوضع بالنسبه
مستشفى العدوى مرضي. طبعا نتمنى المزيد وان شاء الله نحاول نجيب امكانيات اكتر للمستشفى. وبعدين الحمد لله تم اعتماد تطوير المستشفى تطوير شامل وداخله في التطوير الشامل ان شاء الله السنه دي. بالنسبه للمشاكل بتاع الاسكان دي مشكله حقيقيه في العدوى ان مفيش مساكن للشباب، وانا عامل طلب احاطه لوزير الاسكان عن نقص المساكن، لان مركز العدوى مفيش مساكن شباب اتعملت من 1996 اخر عمارات البنا سنه 1996 في العدوى. فلازم ان شاء الله في الفتره الجايه تكون خاصه مع توجيهات الرئيس ان لازم يكون في اسكان للشباب، فالعدوى تخش ضمن المنظومه ان شاء الله. طبعا هو بالنسبه للطرق والمواقف في وحده مرور هتفتح قريب في العدوى، وتم تخصيص ليها مبنى تبع مجمع المصالح ومنطقه معينه تبع رئيس مجلس المدينه مشكورا، لان بصراحه في رئيس مجلس المدينه في العدوى راجل محترم جدا ومتجاوب جدا، عمل تخصيص لوحده المرور وعمل مجموعه من الانجازات ملموسه جدا، وبرضه هو اللي متساعدنا في موضوع المستشفى مع الاطباء الموجودين حاليا في الفتره الحاليه. برضه كان في تخصيص اراضي للاسكان، الارض موجوده من ناحيه بس هي تابعه الزراعه، لكن هي المشكله بس عايزين موافقه الزراعه عليها بحيث ان يتم عليها بناء مساكن وانشاء بعض المصالح الحكوميه زي مصلحه التامينات والمعاشات ان هي تتبنى، وخدنا الموافقات من سيد رئيس مجلس المدينه، لكن تبقى موافقه وزير الزراعه وبحيث ان احنا نضم برضو الارض دي للاسكان ويتبنى عليها تبع مشاريع الاسكان الزراعي. احنا كمان اتكلمنا عن مشكله الميه اللي موجوده، يمكن احنا على بعد ما فيش امطار من او كيلوات من نهر النيل، ورغم ذلك محافظات الصعيد تقريبا باكملها بتعاني من مشكله الميه. مشكله الميه مشكله كبيره جدا، لان ما حصلش تجديد للبنيه التحتيه في المواسير، مواسير موجوده من الستينات ومن السبعينات وما حصلهاش اي تطوير، وعشان كده احنا في صدد ان احنا نعمل عمليه احلال وتبديل لشبكه المواسير الموجوده، بصدد ان تنشا وحدات للميه جديده. في وحده ميه هتتفتح في بني عامر ان شاء الله في شهر 6، واحنا بنحاول نضغط بقوه ان هي تتفتح في شهر 6. في مشكله الميه في منطقه النصر اللي هي قريه 6 والشيخ مسعود والقيات، والمنطقه دي فعلا محرومه جدا من الميه وفيها مشاكل كبيره، وخاصه المنطقه الظهير الصحراوي ما بيروحلوش ميه بالقدر الكافي، وان شاء الله لما تتفتح محطه بني عامر دي هتكون في انتاج كويس، لكن احنا ضغطنا دلوقتي ان محطه بني عامر تتفتح في التوقيت الكويس، وزي ما قلت لحضرتك محطه فتح الباب دي هتغطي مركز العدوى بالكامل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك يا دكتور. العفو، ان شاء الله خليك.